بقى كده نشوف الميكروبات دي موجودة فين بالظبط. شوف كده هتلاقيها في كل مكان حواليك، كل مكان عليك انت شخصيا، في التربة، في الهواء، في الاكل، وفي المية. اوبا، هي بجد موجودة كده بالمنظر ده؟ الحقيقة في كل مكان تتخيله، على ايدك، على وشك، على الحيط، جنب الزيت. بس خد بالك ان انواع الميكروبات بتختلف من مكان للتاني، يعني اللي على وشك غير الانواع الموجودة تحت باطك، غير اللي على ايدك، غير اللي في رجلك. كذلك في التربة هتلاقي اعداد مهولة من الميكروبات، وبرضو بتختلف انواعها باختلاف نوع التربة ونوع النبات وعوامل تانية كتير. طبعا في الهواء هتلاقي ما لذ وطاب، وخصوصا في المترو، كل واحد يطلع يغطس له عطسايه ونشير بقى مع بعض الامراض الصدريه. انا مش هتكلم عن الاكل بصراحه، لانه اكيد انتم عارفين من غير ما نقول احنا تقريبا يا جماعه بناكل سندوتشات بالميكروبات، يعني قشطه، كويس للمناعه. بعد ما تاكل سندوتش الميكروبات اللذيذ بقى، وتشرب وراه كوبايه ميه من اللي قلبك يحبها، زي ما انت شايف مليانه برضو من خيرات الله. امال الميكروبات مش موجوده فين يا جماعه؟ ده انا ابص يمين الاقيها، ابص شمال الاقيها. قال لك ثلاث اماكن، يا اما الدم السليم، يا اما في فوهه البراكين النشطه، يا اما في الاماكن والادوات المعقمه. دي الثلاث اماكن اللي خاليه من وجود الميكروبات. طبعا حدث ولا حرج عن الامراض اللي بتسببها الميكروبات للنبات، زي العفن البني في البطاطس مثلا، وكذلك برضو في الحيوان، بغض النظر عن نوع الحيوان ده، يعني ايا كان اذا كان بقرة ولا كلب. المهم ان في امراض كتير برضو، زي مثلا مرض الحمى القلعية. وبالنسبة للانسان عندك انفلونزا وتيفود وتسممات وبلاوي كتير. تعرف ان انت بتتعامل مع الميكروبات يوميا وانت ما تعرفش، او تعرف يعني بس ما بيبقاش في بالك؟ تعالوا نشوف كده ازاي. المفروض ان دي برتقانه مصابه بفطر اسمه البنسيليوم، بس في البيوت المصريه مفيش حاجه اصلا بتبوظ، ما بنديش الفرصه للحاجه انها تفكر تفسد. لو العيش بتاعك موجود في جو مرطب شويه هتلاقيه برضو عفن، والفطر اللي بيسبب العفن ده اسمه رايزوبس، خدناه زمان في الاعداديه. اي واحده بتتعلم بقى الطبيخ لسه جديد هتفتكر ان دي حته فحمايه على البصله. على فكرة الكلام ده بجد يا جماعة، أنا أختي الصغيرة مبهدلاني في الموضوع ده، ولحد النهاردة مصر إن دي فحمة مش فطر الأسبرجلس اللي جراثيمه لونها أسود. كمان بقى هنا اللي موجود على الصخور ده في اسكندرية وراس البر، زي ما بنشوف في اللون الأخضر، دي طحالب، والطحالب زي ما اتفقنا إنها من أنواع الميكروبات. العجين بتاع العيش والكحك اللي بيبوظ كل عيد لازم يتخمر، ويقول لك ايه بقى، ناخد حتة عجينة من بتاعة اليوم اللي قبلها. ليه؟ عشان فيها خميرة اللي هي عندها كفاءة عالية جدا في تحويل سكر اللي في العجينة لثاني أكسيد الكربون، فبينفش الايه المخبوزات دي. هنا بقى لما الأكل بيحمض ده بيبقى بسبب الميكروبات برضو. ليه؟ برضو قال لك انها بتتغذى على السكريات اللي موجودة في الأكل ده وبتنتج حامض، وعشان كده بنقول ان الأكل ايه، بنقول ان الاكل حمض. حتى الزبادي نفس الكلام، الميكروبات بتتغذى على السكر اللاكتوز اللي في اللبن وبتنتج حامض، هو ده اللي بيجبن اللبن وبيخليه يبقى زبادي. بالنسبة بقى للمخلل فهو كمان بيتخلل عن طريق الميكروبات. واكتشاف المخلل على فكرة كان بالصدفة، وليه قصة كده مش ظريفة الصراحة، مقرفة شوية، ولكن اهو بيتاكل والحمد لله. تعرف ان حتى الخمرة هي كمان بتتعمل من عن طريق الميكروبات، ودي ليها قصة كده صغيرة. ان الفراعنة زمان كانوا بيحطوا العنب في حواض وبيهرسوا برجليهم عشان يطلعوا عصير الايه العنب، ففي مرة دخلوا من الغيط على الحوض على طول من غير ما يغسلوا رجليهم، وعصروا العنب وتمام التمام. جه بقى الفرعون بيشرب عصير العنب اللي معمول برجل الناس، لقى نفسه الدنيا مش عشاء معاه وهربت منه. اوبا، ايه اللي حصل بقى؟ الناس لما كانت رجلهم مطينة كانت مليانة مليانة بالميكروبات،
الميكروبات دي لما كان عددها كبير قوي كده خمرت السكر اللي موجود فين؟ في العنب. وعشان تركيز السكر كان عالي قوي، هنتكلم فيها بعدين بالتفصيل، بس المهم ان تركيز السكر كان عالي جدا، فخلى الخميرة دي تحول السكر الى كحول. وبخصوص الميكروبات برضو، ففي قصة كده للعالم رحمة الله عليه ابو بكر الرازي، لما كان عايز يختار انسب مكان يبنوا فيه مستشفى، فكان الاختيار بناء على ايه؟ انهم جابوا اكتر من قطعة لحم وحطوها في اماكن مختلفة، وشاف مين ابطأ واحدة هتفسد وهيبقى ده اصلح مكان للبناء. ولحد النهاردة المستشفى دي ايه؟ ما شاء الله عليها، محافظة على نفسها وفي منتهى النظافة زي ما انتوا شايفين بالظبط. يا رب الدنيا تكون كانت تمام معاكم، وتبقى بداية مبشرة كده ان شاء الله، ونكمل باقي الكورس على خير.